يقول السائل: هل يجوز صلاة النافلة أو الراتبة قاعدا بغير عذر مع ذكر الدليل؟ نعم، يجوز أن الإنسان يصلي النافلة وهو جالس، إن كان له عذر فله مثل أجر القائم، وإن كان ليس له عذر فله نصف أجر القائم، لقوله صلى الله عليه وسلم: صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم. وكان صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل إذا كسل أو مرض كان يصلي قاعدا عليه الصلاة والسلام.